زهرة الخص يكون اللي كان حلول يتعدى معه المازوت يدنا يمشي ويجي. أو لأن المعلم يعزل على القرية. ما عادش يلقى باش السوق هربت. وال 20 فرنك اللي حاطينها في المازوت في الليسان هذه ما تعمل حتى شيء. وال 50 فرنك اللي حاطينها في المازوت ما تدير حتى شيء، هذه ما يتكلمش عليها الوزير. هذه من يكون هنا وزير ما نتكلمش عليها. خلاص نهاية. والسلعة السجدير يكون مفتوح، خلي الناس تمشي وتجي تعايز زر. مش باش يبات بلاش. وتعمل الدولة مشاريع هنا، وين باش ما قال انا بنعمل مشروع تاني 120 بن قردان وب 2500 خدام و20 ترتقل وين؟ ما درنا حتى شيء تو، ما درنا حتى شيء. أنا ناخذ في 140 دينار ما نجمش نعيش، الطماطم 15% والبصل ب 14% أنا ما نجمش نعيش. وعندي 80 في العيلة. يلزم الدولة تفكر في هذا، يلزم البرلمان يفكر في هذا، ويفكر مصلحة الشعب. احنا درنا ثورة، يلزم الثورة تتحقق. هكذا انتخبناهم يا حاج وينهم؟ لأن انتخبناهم هاكم شو هنا ياخذوا في 4 ملايين و5 ملايين واحنا بيتين بالشرف. ما داروا لنا حتى شيء، نجم نعاود الثورة. هذا ما نعرف كلام صحيح. نجم نعاود الثورة. والله. يعطيك الصحة.